ورقة بيضاء بريئة حتى يوضع عليها الحبر الأسود. Der kom jo en forespørgsel fra Flemming Rose, om vi ville tegne Mohammed. Og det var jo så en lejlighed til at svare på den provokation, som det er, når terrorister bruger en religion som deres åndelige ammunition. Du vil ikke undskylde Nej, noget? Det vil jeg bestemt ikke. Heldigvis så er jeg nu snart 72 år, og i den alder er man heller ikke bange for noget. في 30 من سبتمبر 2005 نشر 12 رسما كرتونيا للنبي محمد في الصحيفة الدنماركية اليومية يولانس بوستن. استفزاز كان الغرض منه إظهار وجوب هجاء الشخصيات الدينية في الديمقراطية الحديثة. شانشان أي دنماركي آخر شاهدت أنا لا أصدق إحراق الأعلام والسفارات الدنماركية في العالم. قتل أكثر من 500 شخص. كيف حدث هذا للدنمارك؟ أنزل نقمتك على رؤوس الدنماركيين يا الله. أرسل عليهم عصير. الصور المنافية للطبيعة أصبحت محل نزاع على الإنترنت. يا إلهي، ملكة الدنمارك كفتاة إعلانات في صحيفة عربية. مغني شعبي مصري يسخر من ديمقراطيتنا المسالمة ويهددنا جميعا بأننا سنحترق في الجحيم. يا لهذا التحذير الخطير. أنا نادرا ما أذهب للكنيسة، لذا أجد الكنيسة الجميلة في حي في كوبنهاغن خالية تقريبا صباح الأحد، لذلك يتعذر علي فهم سبب توافد المؤمنين لمساجدهم المؤقتة الخالية من جمال التصميم في الحي نفسه. بنينا مساجد بمآذن أنيقة في سماء كوبنهاغن، لكن للتسلية فقط في المتنزهات. لكن الاحتجاجات ضد رسومات النبي محمد تجاوزت إخفاقنا في استيعاب الدين الإسلامي في الدنمارك. أردت معرفة سبب شعارات الكراهية هذه التي انتشرت في صراع حول رسومات تافهة. هل كانت الاحتجاجات حقا انفجارا عفويا لغضب ديني؟ والأهم بالنسبة لي اكتشاف عواقب حريتنا في التعبير وحقنا في انتقاد وهجاء الدين، خاصة الإسلام في الديمقراطية الحديثة. أردت اكتشاف هذه الأمور. أبدأ رحلتي هنا في مقاطعة أوروس الدنماركية حيث تصدر صحيفة يولانس بوستن. هل يندم محررها الثقافي فليمينغ روز على نشر الصور؟ Hvis jeg siger at jeg fortryder, jeg vil ikke gøre det igen, så har jeg dermed sendt et signal til de mest reaktionære og voldelige kræfter, de mest intimiderende kræfter, og fortalt dem at hvis blot I intimiderer og begår vold nok, så får I det fuldstændig som I vil have det. في ضواحي المدينة نفسها يقع مسجد صغير. هنا بدأ أول احتجاج على الرسومات وخرجت أول شرارات الغضب. Det er ligesom kniv i vores hjertet. Hvis de snakker om mig, eller hvis de snakker om almindelige bare mennesker, der er ikke noget problem med os. Men de har snakket dårlige ting om vigtigste ting for muslimerne. En rigtig symbol for muslimerne. Vi elsker profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mere af min far og mor. Mere af mine børn. I havde jo her i Grimhøjen en imam, som også var meget aktiv under protesterne mod tegningerne. Jeg tænker på Raed Halahel. Ja, jeg ved ikke helt præcis som om Raed Halahel 100% hvad han tænker. Men det her, han har sagt, at han er flyttet herfra, det er på grund af de tegninger. إذن الرجل الذي أثار هذا كله لم يعد هنا في أوروس. أنا في بيروت. جئت للبحث عن إمام مسجد أوروس الذي اختفى فجأة بعد مشكلة الرسوم.
مقهى إنترنت في بيروت وجدت موقعاً لرائد حلاحل. هنا يفسر غضبه وسبب مغادرته الدنمارك إلى بلدته طرابلس شمال لبنان. إياكم أن تظنوا أن الدنمارك حكومة أو صحيفة اعتذرت اعتذاراً واضحاً عن الرسومات. ما زالوا مصرين إلى اليوم أن القضية قضية حرية رأي وتعبير، بل أبعد من ذلك، ما زالت دوائر في الغرب كله والدنمارك خصوصا ما زالت إلى الآن مندهشة مذهولة غير مصدقة لهذه ردة الفعل العارمة. Hi guys. Hi. Hi. Thank you for coming. Feeling good? No, thank you. Hi. بالعكس أنا مبسوط جدا إني تركت الدنمارك وأجد نفسي ربحان وليس خسران، ولكن أنا قناعتي أني أقيم في بلد عندما أحس أنني محترم بشخصي وبعقيدتي وبقناعاتي، فأنا غير مستعد أن أجلس في بلد أحس أنني مهان وغير محترم أن أرجع إلى بلدي هنا. أنا طبعا كإنسان مسلم لا أستطيع أن أرى أن هناك نظاما يصلح هذا الكون إلا الإسلام الذي أقتنع به، وأنا حقيقة أرى أن الإسلام فيه من مقومات حياة الإنسان أكثر بكثير من الديمقراطية السائدة في الغرب. رائد فخور بردة فعله ضد الرسوم. أنا أجد أن ما حققناه جيد جدا لأننا استطعنا أن نثير القضية في أروقة السياسيين حتى. حين كان الشيخ حلاحل يحاول تأجيج الاحتجاجات ضد الرسوم، كان عليه العثور على شخص يتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين، فاتصل بقائد المسلمين السنة في لبنان الشيخ القبان. إنه يصحبني الآن إلى المفتي الأكبر الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير. شيخنا في موعد؟ نعم. السلام عليكم. 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 نعتبر أنه ليس لديه أي قيمة أخلاقية. عند العرب ليس من التهذيب توجيه أسئلة مباشرة، لكني فعلت هذا. As Grand Mufti, you called for the demonstration, so you must also feel responsible for what happened. إطلاقاً لا أشعر بمسؤولية عن هذا العمل، لأن الإنسان الذي يقرر عملاً سلمياً ثم يأتي الآخرون ويسيء إليه، فماذا يكون ذنبه؟ لم يكن واحد منهم إطلاقا يقصد أن يقوم بعمل فيه أي شغب أو أي عنف. احتجاج مسالم، هذا يعتمد على مفهومك لنزهة عصر يوم أحد. محمد رسول الله. وقعت أولى ضحايا الصراع الذي أثارته الرسوم الدنماركية. إنه متظاهر قفز من مبنى اندلعت فيه النيران. كيف تسمح حكومة بحدوث هذا؟ وجدت شاهد عيان للواقع. إنه صاحب المبنى الذي كان يضم سفارة الدنماركية. They came through both entrances. You'll see the other entrance, and they were prepared to burn. So it was they had all the ingredients, you know, the cocktails, molotovs, gas, stuff prepared in their buses, and the army watched their buses, but the army was not allowed to stop them, and the political decision was to let them in. فوجئت بأن كاميرات المراقبة في مبنى السفارة صورت أعمال الشغب. With the surveillance camera, you see the people acting inside. I mean, obviously these guys were Sunni extremists. I'm not divulging any secret. It's known what they are, who they are. هذا يبين بوضوح شغبا دينيا سمح له بالخروج عن السيطرة. ووجدت نفسي أحاول فهم السياسيين اللبنانيين. The army here received the order to withdraw.
from the perimeter of the building. Who gave the orders to the army? You know, it's the government who decides what to do, you know. Maybe they believed that they were peaceful, but I know they were informed that it was not peaceful. Unless there is no communication between the army and the government, which I doubt. Because the army knew they had prepared to burn the building. استمرت كاميرات المراقبة بالتصوير حتى حطمها المتظاهرون وكان المشهد الأخير. هي المشكلة حقيقة نقطة جميلة جدا. أنا لا أجد أن الصراع بين مجتمع متقدم ومجتمع مرفه ومجتمع فيه حريات وبين الإسلام. أنا أجد أن المشكلة بين مجتمع ما زال في مخزونه الفكري في العقل الباطن في اللاوعي عداء للإسلام من أيام الحروب الصليبية. وللأسف حتى أنه لم يصبح متدينا وأصبح الآن علمانيا إلا أنه ما زال يحمل في مخزونه الفكري هذا العداء للإسلام. بفضل صراع الرسوم الكرتونية أصبح رائد حلاحل بطلا في وطنه لبنان ولا تبدو عليه علامات الضعف أو الندم. الذي يسخر من الله عز وجل أو من القرآن الكريم أو من محمد صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل المزاح هذا ليس إيمانا. ولذلك ممكن الإنسان يتكلم بكلمة لا يعي معناها تهوي به في النار 70 خريفا فقط لأنه تهكم أو استهزأ أو تعامل مع النبي بغير وقار واحترام. So you think that Fleming Rose is going to burn in hell? لا أشك في ذلك أبدا إن لم يتب قبل أن يموت. Hvad siger du til det? Jamen jeg siger, det passer fuldstændig med det billede, jeg har af ham. محطة التالية هي اسطنبول. سأقابل رجلاً لعب دوراً رئيسياً في تحويل 12 رسماً كرتونياً إلى نزاع سياسي عالمي. Hello. We're here to see the General Secretary of the OIC. إنه رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل جميع الدول الإسلامية. وقد دعيت للقائه في المكان الذي كان يوماً ما حرم الإمبراطورية العثمانية. يشعر دكتور إحسان أغلو بالإهانة نيابة عن كل مسلمي العالم. Is this civilized that you disrespect fifth of the humankind of human beings, mankind, fifth of the mankind's belief? Is it doesn't worth a kind of respect from one side, or just you say this is I'm a country, a free country, I can do whatever I like? Okay then. Then the other people who are, in my understanding, are also uncivilized people. They can go and put your embassy on fire. This is irresponsible, and that was also irresponsible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة حاول دكتور إحسان استخدام الرسوم الكرتونية لتحويل المؤتمر بدوله الإسلامية 57 إلى أداة سياسية فعالة. منذ سنوات والقادة الإسلاميون يطالبون بمنع إهانة الأديان خاصة ضد الإسلام. الآن ظنوا أن الفرصة سنحت لهم أن يكون هذا القانون اللي فيه العقوبات الرادعة على كل من يسيء إلى المقدسات وخصوصا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملزم لجميع الدول اللي هي أعضاء في هيئة الأمم. بعد نشر الرسوم مباشرة كتب دكتور إحسان رسالة إلى رئيس الوزراء الدنماركي. You urge the Danish government to take action to avoid further escalation. That implies that you are foreseeing or expecting an Of course, because reaction. That was a serious matter. It was a serious matter. There were reactions all over the Muslim world, and I expected these things to happen, and it happened. من الملوم حين يتحول نقاش حول الديمقراطية إزاء العقائد الدينية لأعمال شغب دموية؟ دكتور إحسان ليس مستعدا لتحمل المسؤولية. You have also responsibility of what happens in the streets of the Muslim world. No. On the contrary, I'm sorry. I can't accept. This is a wrong statement. This is a false statement. And you cannot substitute this statement. All my statements, press releases, all my stand, my letters, in joint releases with the Mr. Kofi Annan, Mr. Solana, are on record. This is totally biased
unsubstantiated statement. I regret that. I'm sorry. You have to withdraw this from this conversation. Otherwise, I will disassociate myself with this interview. I'm sorry. You cannot say that, gentlemen. You cannot say that. What I was starting to say was that... You cannot say that I am associated with the street. I am associated with calming the street. I'm sorry to say this. Please withdraw this statement. Let me just rephrase it how I want it. No, please withdraw this statement. Yes. I will try and rephrase what was the intention of my question. عادت الأمور لمجاريها مع دكتور إحسان بعد تناولنا الحمص على الغداء، لكنني استنتجت أنه حتى لو تنبأ بأعمال الشغب إلا أنه يرفض تحمل مسؤوليتها. في الدنمارك أردت معرفة رأي رئيس وزرائها في الحركة الإسلامية لحظر التعرض للأديان. Det overordnet handlede om er i virkeligheden på global plan at få begrænset ytringsfriheden når det gælder kritisk debat om religion. Og der er nødt til at sige, at vi er fuldstændig stålsatte i den sag. Vi står helt fast på, at der skal være en vidtgående ytringsfrihed, som også indeholder retten til kritisk debat om religion. تلقى رئيس وزراء مملكة الدنمارك رسالة رسمية من 11 سفيرا مسلما في كوبنهاجن، وكانت مطابقة للرسالة التي أرسلها دكتور إحسان. يطلب فيها من أونارس راسماسون اتخاذ إجراءات ضد صحيفة يولانس بوستن. Selvfølgelig tog vi notits af, hvad der blev skrevet, men svaret vi gav måtte selvfølgelig være klart, nemlig at regeringen kunne ikke gribe ind over for en fri og uafhængig avis. بعد رفض رئيس الوزراء الدنماركي تنفيذ مطلبهم، ذهبت مجموعة من أئمة مساجد الدنمارك ومنهم رائد حلاحل في جولة إلى الشرق الأوسط ليطالبوا بالاحتجاجات، فسافروا إلى سوريا ولبنان ومصر. في القاهرة التقى الأئمة جامعة الدول العربية، وتضمنت مجموعة الرسوم المهينة بضع صور إضافية لم تكن يوما جزءا من الرسول محمد. This is one of the worst picture can anyone ever imagine. They imagine our Prophet صلى الله عليه وسلم, a hands of a man praying and a face of a pig. جاءت هذه الصورة من مسابقة لصراخ الخنزير في مهرجان الريفي، ووجد رجل فرنسي نفسه متورطا في شؤون دينية عالمية. ما ردة فعل بقية العالم على أزمة الرسوم؟ Internet searches have been up worldwide for Muhammad after cartoons like this one depicting the prophet were printed in Denmark's Jutland Post newspaper. بدأت أكثر من 3000 موقع فجأة تناقش الرسوم. أصبحت الرسوم المسيئة ترسل في أنحاء العالم عبر الإنترنت، لكن خارج الإنترنت افتقر محررو الصحف غالبا إلى الشجاعة لنشر الرسوم. في بريطانيا وأمريكا مارست الصحف الرقابة الذاتية، في فرنسا وألمانيا اختلف موقف الصحف، سننشرها وليحدث ما يحدث. في برلين ذهبت للقاء الصحفي هنري برودر الذي يرتحل الآن في أوروبا حاملا الرسوم ليريها للناس. I couldn't assume that this was trigger of this kind of excitement. The caricatures were totally innocent, totally naive, and they were so harmless. They were surprisingly harmless. The best, my favorite cartoon is this one where the mullah is in the skies, standing on a cloud and screaming down to the earth, stop sending martyrs, we are running out of virgins. That's a great joke. If you try to avoid insulting Muslims, the next time you will have to give up pork because you could insult Jews, or you cannot slaughter a cow because the Hindus will be terribly insulted. So I wouldn't start with that. I would still insist on the right to offend people because of their religious beliefs. Yes, 200 years after the Enlightenment, that should be something which is not up to discussion anymore. كانت باريس محطة التالية في أوروبا. أردت معرفة السبب جعل صحيفة تشارلي هيبتو ورئيس تحريرها فيليب فال تقرر إعادة نشر الرسوم الدنماركية، فصحيفته اليسارية مختلفة تماما عن صحيفة يولانس بوستن المحافظة. J'ai été scandalisé par la façon dont j'entendais les commentaires sur le Yiland Poston en France. Disant que le Yiland Poston était un journal raciste, c'est la raison pour laquelle il avait publié ses caricatures.
J'ai trouvé ça dégueulasse parce que le Yiland Poston n'est pas un journal raciste. Ensuite, quand Lefranc, le patron de France Soir, s'est fait virer pour avoir publié les caricatures en France, alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on marque le territoire pour savoir qui fait la loi, si c'est les groupes religieux ou le législateur dans une démocratie. في فرنسا يمكن اختبار حدود حرية التعبير دون أعمال شغب. مارس المسلمون الفرنسيون حقوقهم الديمقراطية بمقاضاة المحرر في المحكمة. Faut pas rire d'eux. C'est une provocation de rire des mecs qui foutent des bombes dans les trains de banlieue et dans les métros et qui envoient des... Non, si le citoyen n'a plus le droit de ridiculiser ces gens-là, il est foutu. C'est pas une provocation, c'est le signe de la santé mentale des citoyens. في باريس التقيت أحد المدعين وهو رئيس الاتحاد الإسلامي في فرنسا. Le prophète de l'islam et le terrorisme. Donc nous devons réagir quand même. La loi, il y a la liberté d'expression. Nous défendons la liberté d'expression. Mais quand ça se fait dans le cadre de la responsabilité. To some Muslims, this means that Muhammad is a terrorist. We think that it means that Muhammad has been taken hostage by the terrorists. Oui, mais je pense que c'est aberrant. Sur ce que vous faites, vous pouvez avoir la conception que vous voulez, mais attendez la réaction. بدت ردود الفعل كالحلم في التلفاز، لكن الرصاص كان واقعيا جدا. شهدت باكستان أعنف المظاهرات ومات 5 أشخاص على الأقل في أعمال الشغب التي أصبحت موجهة الآن ضد أي شيء غربي. وتشجع المتظاهرون أكثر بعد المكافأة التي عرضها الملة القائد في بيشاور لقتل الرسام. تو ہم نے واجب القتل ہونے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اس کارٹونس کو قتل کیا تو اس کو 10 لاکھ ڈالر انعام دیا جائے گا. Det var selvfølgelig uhyggeligt. Min ellers så brave kone, hun var altså også berørt af det. Det gjorde indtryk på hende. Hun er børnehaveleder. Der kom forældre og spurgte, er det nu sikkert at sende vores børn her i børnehave? Det var meget ubehageligt. أسافر الآن إلى دولة قطر الخليجية. بعدد سكانها القليل ومواردها الوافرة من الغاز والنفط، فقد تكون قطر إحدى أغنى بقاع الأرض. معظم الدولة هنا ملك للأمير وعائلته. جئت هنا بحثاً عن أحد قادة المسلمين الروحانيين الذي بذل جهداً كبيراً لرفع حدة الصراع، الشيخ يوسف القردار. He has a weekly TV show on Al Jazeera, the global satellite channel that prides itself on supporting freedom of expression and democracy. Qardawi calls for a worldwide day of anger against the cartoons on Friday, the 3rd of February, 2006. التقط نداؤه في أنحاء الشرق الأوسط ووضع قيد التنفيذ بعد أكثر من نصف عام على نشر الرسوم. وفي اليوم التالي السبت 4 فبراير أحرقت سفارة الدنمارك في دمشق. يوم الأحد احتج عشرات آلاف المسلمين بمسيرة احتجاج ضد السفارة الدنماركية في بيروت وأحرقوا المبنى. يوم الاثنين انضمت إيران إلى الأحداث، ولليوم الثالث على التوالي أحرقت سفارة دنماركية. يتمتع الشيخ يوسف القرضاوي بمركز شبيه بمركز البابا في العالم الإسلامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنه لا يقبل عادة مقابلات مع وسائل الإعلام الغربية. We come a long way to see you. At the age of 81, Qardawi has turned himself into the Islamic world's leading televangelist. In his TV show Sharia and Life, he gives advice on how to live by the Islamic laws of Sharia. Can we make an appointment then for Tuesday? Okay. Then we can have stay one. 12. At 12 o'clock. Yeah. On Tuesday. Yeah. Yes. Can we come to his house? في البيت. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Shukran.
سأجلس أخيرا مع الرجل الملقب بالمفتي العالمي. What is this? This is the holy book here. It's the Quran. Yes, Quran, Quran. Yes, okay. Quran. Okay, so we can have this in the background. أساء إلى نبي محمد. هذه الإساءة تعتبر إساءة إلى كل فرد مسلم، إلى الأمة الإسلامية، إلى مليار ونصف المليار من البشر. إهانة إلى مليار ونصف؟ هل كان القرضاوي يتحدث باسمهم جميعا؟ في الواقع نجح في حشد الجماهير ضد 12 رسما كرتونيا لم يرها إلا القليلون. وهذا أمر يعني معروف، إنه العامة إذا هاجوا ممكن أن يحدث منهم هذا، ولكن لم يكن هذا بالشيء الكثير الذي خرج عن الحدود، كان شيئا محدودا جدا، ونحن نأسف له من غير شك. باعتباره القائد الفكري لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، اكتسب القرضاوي شهرة بسبب آرائه السياسية القوية. إذا ظل الغربيون ينظرون إلينا إننا بلاد مستعمرة قديما ويمكن أن تستعمر حديثا، وينظرون إلينا نظرة المتأله، يعني أمريكا تريد أن تسيطر علينا وعلى العالم كله وتفعل ما تشاء ولا تسأل عما تفعل. إذا ظلت هذه الروح لا نستطيع أن نتقارب، إنما نتقارب إذا نظر بعضنا إلى بعض باعتبارنا أسرة بشرية واحدة. ولكن الغربيون يرون إن الديمقراطية يعني تقوم على الحرية المطلقة، هذا ما نرفضه. لا يوجد في الدنيا كلها حرية مطلقة. السيارات لها قانون، يعني وهي تسير في الشارع إذا الإشارة حمراء تقف. البواخر في المحيطات الواسعة لها يعني خطوط سير. الطائرات في أجواء السماء لها خطوط سير. لا يوجد إن إنسان يفعل ما يشاء. في مدارس تحفيظ القرآن يطلب من التلاميذ تلاوة القرآن، وتساءلت لما لم أقرأ شيئا عن تصوير النبي، فسألت الرجل الذي لا بد أنه يعرف الجواب. Where exactly in the Quran is stated that you cannot depict Muhammad؟ يعني هذا لا يوجد في القرآن، يعني أمر مباشر يعني بمثل هذا، ولكن أجمع علماء أهل السنة على عدم تصوير الأنبياء جميعا، ليس محمد ولا المسيح ولا موسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا غيرهم من الأنبياء، حفاظا على الصورة المثالية التي يرسمها المؤمن للنبي في مخيلته. لكني أدركت أن رسم النبي محمد ليس بالأمر الجديد، فقد فعل الفنانون هذا منذ قرون، أحيانا ووجهه مخفي، وغالبا يرسم وجه النبي كاملا. If maybe as a last thing, if I could show some of these cartoons just to have his explanation about why he think it's such an insult to Islam, because this was like was published in the Danish newspaper. دي كانت موجودة حضرتك اللي شفتها. دي كانت في الصور اللي هي جاءت بتاع القنبلة دي. هذا يعني صورة لمحمد يعني بطريقة معه. ماذا يفهم أي واحد مشاهد أو قارئ لهذه الصورة؟ ماذا يفهم منها؟ مش يفهم منها إن محمد ده رجل عنف ورجل إرهاب ورجل مخادع، يعني بيصلي ومخبي القنبلة، يعني حتى مش بس رجل عنف ورهاب، رجل يعني بيضحك على الناس، مخادع للناس، يدعي انه يعني مع الله وهو مخبي القنبلة في عمامته. هذا يعني كلام واضح تماما، يعني تبرير، وهذا تبرير غير مقبول ولا مقنع اطلاقا. يعني اشعر بان القرضاوي ندم لانه وافق على هذه المقابلة، لذا طلب مني التوقيع على ورقة ألتزم فيها بتحري الدقة في الترجمة. يبدو أنه يخشى أن أمارس حريتي في التعبير وأحرف معنى رسالته في الترجمة. إيران، وجهة الأخيرة في الشرق الأوسط، إحدى أكثر الدول المحكومة بالدين في العالم.
كانوا آخر من انضم إلى الاحتجاج، لكن ردود فعلهم كانت الأقوى. لم يكن في نيتي مشاهدة استعراض عسكري، لكن مضيف اللطيف من وزارة الإرشاد الإسلامي أحضرني هنا معتقداً أنها ستكون فكرة جيدة أن أصور استعراض القوات الإيرانية. أمام الرئيس دفع الفدائيون على مقاعدهم المتحركة بأعداد كبيرة. الشائعات في إيران تقول إن حركة بسيج نظمت المظاهرات ضد الرسوم، يقع معقلهم في السفارة الأمريكية السابقة، فقد احتلها هؤلاء الثوار المتشددون منذ عام 1979. لا يسمح هنا بالتصوير، ولم تجب أسئلتي إلا نظرات مريبة. تقع السفارة الدنماركية في الجزء الشمالي الثري والهادئ عادة من طهران، لكن في ليلة السادس من فبراير 2006 بدأت الأمور تختلف. كان السفير الدنماركي في طهران أثناء الصراع يعرف جيدا كيف نظمت المظاهرات ومن كان خلفها. Det jeg har fået at vide var, at de tilhørte de paramilitære ungdomsorganisationer, de såkaldte Basij-styrker, som er en del af revolutionsgarden. Og det vil sige i virkeligheden under de iranske myndigheders kommando og kontrol. Revolutionsgarden står under præsidenten. Jeg ved også, at der blandt dem var professionelle revolutionære, for det er altså ældre mennesker, specielt en person, som er til stede, når det skal gå hårdt til, som opildner og vejleder de yngre demonstranter. Denne person var også til stede. حتى الآن خلال جولاتي في الشرق الأوسط لم ألتقي أحدا اعترف بالمشاركة في المظاهرات وإحراق إحدى السفارات الدنماركية. ربما أستطيع هنا في إيران معرفة ما الذي يدفعهم إلى هذا. هناك آلاف الصور التي تتناول صراع الرسوم الدنماركية على الإنترنت، لكن صورة رجل يداه مخضبتان على إحدى بوابات السفارة الدنماركية في طهران شدت انتباهي. من هو؟ وهل أستطيع إيجاده بين 10 ملايين شخص في طهران؟ عينوا لي رجلا وذلك ليساعدني على إيجاد المتظاهر، لكن بحثي تحول بسرعة إلى متجر غريب. So this is like a religious supermarket. It's like a... You can buy everything here you need for a revolution. Revolutionary supermarket. Do you find any pictures of Muhammad here? This here we call the pictures. But before there used to be many pictures of Muhammad. This here that we call it. He explained to us, this is the last issue. So this is the last picture of Muhammad. Yeah. Muhammad, Prophet. Hazrat Muhammad. Yeah. You want to buy it? Yes, I'd like to buy it. We just bought the last existing picture of Muhammad, the Prophet, in Tehran. After this. How many years? في التقاليد الشيعية كانوا غالباً ما يرسمون النبي، لكن كلفتة ودية للإخوة السنة قرر رجال الدين الشيعة الآن حظر تصوير الرسول محمد. I found this picture here. Who is this man? He's Mr. Haji Bakhshi, one of the member of the high-ranking member of the Basij. He's a person who is expert and specialized in demonstrations. So he could very well have arranged these demonstrations at the Danish embassy. He may be one of the organizers. He may be one of them. Do you know where we find him? Possibly in the Friday prayers. The Friday prayers? It's a place that he always, as a good Muslim, supposed to be there. ذهبت لرؤية الصلاة التي يتم فيها الفصل بين الجنسين. رأيت علامات الإرهاق الديني بين المتعبدين في حرم جامعة طهران التي احتلتها الثورة الإسلامية قبل 28 عاما.
تعقب كل صلاة جمعة مظاهرة شعائرية. موضوع المظاهرة اليوم احتجاج ضد النساء اللاتي يخرقن قانون اللباس الإسلامي بكشف شعرهن تحت الوشاح أو جزء من الرسغ أو الكاحل. دولة انقلابي، أمنية أخلاقي. أبحث عبثا عن المتظاهر المحترف صاحب الصورة. يخبرني أحد الأشخاص فجأة بأن المتظاهر علي باخشي يعيش في مكان يسمى مدينة كرج خارج طهران. Things. Well, that's good enough for me. Yes, but you cannot go outside. بدأت أدرك أخيراً أن الرجل لم يعين ليساعدني، بل في الحقيقة ليعيق بحثي. کرج دنبال حاجی بخشی بگردیم خب مجبور کرج بودن نداری؟ این شوری دنبال حاجی بخشیه. آره. پس گوشیش بده. گوشی. Hello. You know, if you go there, the police will catch you because you don't have any authorization. But I mean, nobody said anything about authorization. We have a press card valid for the whole of Iran. You cannot go to Karaj without written permission. But this is like the Soviet Union. You know, you think that you have come here from another planet to teach us everything? No, I don't think so. I'm just saying that you issue a press card, and I think that it would be valid for me to go around and... No, I have to be informed at least 48 hours before. So that's impossible. Okay. Thank you. Have a good day. Bye-bye. They don't want us to talk to this guy. في الصباح التالي ومع سائق جديد تركت الرجل الذي عينوه لي في طهران وقررت التوجه لمدينة كرج بدون إذن. We're going to look for a man called Ali Bakshi. Have you heard about a man called Ali Bakshi? بعد ساعات من البحث من مسجد إلى مسجد في مدينة كرج بدأ أخيرا أن الحظ يحالفني. سلام علیکم. من دست خون آلوده گرفتم زدم به در سفارت پنج تا گفتم ما تا پای خونمون پای رهبرمون وای میست. بله شرکت کردم و شروعش هم من بودم. But did he see these cartoons himself? نه. نه. اما کاریکاتور نه. این سلما روشی باید اعدام بشه. الله اکبر! الله اکبر! How do you find out that you want to make this kind of demonstration and eventually burn the embassy? خدمت شما عرض کنم که دانشجوهای بسیجی که روحانی هم درس میکندن امام صادق این چیز اطلاع رو پیدا کردن که به پیغمبر طریق دانشگاه نه ما آتش نزدیم دروغه محالمون نه ما پرچم بالا بود ما سفارت سفیر خواستیم اهانت بهش گفتیم که اهانت شده باید به دولتت بگی اونا رو بگیرن معذرت بخوان نیاد و با بعد از اون شب سه روز دیگه هم رفتیم. في هذا الوقت بدا السفير الدنماركي يتلقى تهديدات على هاتفه الخلوي وتعرض بيته لهجوم بقنابل ناريه. Jeg bad udenrigsministeriet om
hvorvidt vi måtte forlade landet så hurtigt som overhovedet muligt, og det fik vi tilladelse til, så vi besluttede, at alle medlemmer af den danske stab skulle ud så hurtigt som muligt. Så kom vi så ud samme aften. I have these cartoons which offended so many Muslims. Maybe he wanted to see them. The cartoons is perfect to you. خب این حضرت محمد نمیشه. ببینید این یک چیز یک شبیه از سیگ‌های هندی. انتهابي المطاف هنا مع ناشط للشباب في سبعينيات عمره يدين بأرضه وثروته للثورة الإسلامية لخدمته المخلصة على مدى سنوات كمتظاهر محترف. لم تكن تلك المظاهرات عفوية، رغم هذا غادرت وأنا معجب بالرجل. على الأقل كان صادقا تماما في آرائه وشاركني مأساة حياته. غرفة تذكارية تروي قصة أخيه وولديه الذين قتلوا في الحرب مع العراق. عکس تشییع جنازه رضا اینا را عکساشونه آلمان بعد دو تا نارنجک به کمرش بوده موقع منفجر میشه تمام بدن منفجر بچه ها جا من خودم درست میکنم که بذارمش اینجا هم باز بچه ها جمعش کردن بابا باشه این برادرم دوتا دست نداره دوتا پا اینا دوتا دستاش نیست دوتا پاش You come and talk to your sons بله What happened? Why did it happen? زدن با گلوله توپ زدن تو ماشینم اینا اینجا بعد من اومدم پایین اینا رو در بیارم اینو میخوام آتیش خاموش کنم نمیدونم این عکس مال یک روب قبل از شهادتش این میدون مینه That was a car exploding Is that the car he takes to Tehran when he's going for demonstrations? این ماشین جا به جا میشه میرین تهران بله الله اکبر الله اکبر الله اکبر في طهران التقيت مدير مركز ايران للرسوم الكرتونية خلال الصراع شنت ايران هجوما مضادا ضد الرسوم الدنماركية ودعت الحكومة الفنانين في انحاء العالم لعمل رسوم كرتونية هزلية عن المحرقة كان هدف هذا التوضيح أنه حين يتعلق الأمر بحرية التعبير فالغرب يضع الحدود. Could you please explain to me the idea about this cartoon contest about Holocaust? What is the idea? ولی این اتفاق رو ما تو غرب نمی‌بینیم. اصلا اجازه نمی‌دن راجع به هولوکاست حرف زده بشه. الان من 17 کشور ممنوع ورود کردن کشورهای غربی. Why? Because our exhibition. You think we have a taboo about Holocaust, is that it? Yes. این است که باعث میشه که ما بگیم که اینها تبدیل کردن این رو به یک ماجرایی است که بر مبنای این ماجرا در واقع سیونیستا رفتن و ادعا کردن که ما 6 میلیون یهودی به اصطلاح کشته لكن هناك رسم لم يدخل المسابقة قط When we're talking about freedom of expression, a Portuguese cartoonist, Augusto Cid, he made a cartoon for this contest showing your president, Ahmadinejad, in Auschwitz saying, oh, I think all these people died from bird flu. Bird flu. I tried to find any image of this cartoon, but I cannot find any image of no? this. رغم أنه يبدو لدي أن حرية التعبير لا توليها الثورة الإسلامية أولوية كبيرة في أجندتها إلا أن الإيرانيين محقون في انتقاد القوانين التي تمنع إنكار المحرقة لذا أفضل إجابة لدينا على هذا إزالة هذه القوانين في أوروبا
لكن المدافع المتشدد عن حرية التعبير المحرر فليمنغروز علق في الشبكة الإعلامية الإيرانية. يحاصره الإعلام العالمي ويخبر إذاعة سي إن إن أن يولانس بوستن ستنشر أيضا رسومات عن المحرقة. I can tell you that my newspaper is trying to establish a contact to that Iranian newspaper, and we would run these cartoons the same day as they will publish them. لكن رئيس التحرير يرفض قرار روز الذي ينكر أي تعاون مع صحيفة إيرانية أو النية في نشر رسوم هزلية جديدة كما اقترح روز. لا عن اليهود ولا عن المسيحيين حاليا على الأقل. الصحيفة في أزمة، وفليمنغروز يجلس مرهقا في مكتبه محاولا الرد على دفق الرسائل الإلكترونية. يعرض هاتف روز 127 مكالمة لم يرد عليها و37 رسالة غير مقروءة. under ham. Og hvad gjorde den ved dig? Jamen, jeg føler, altså hvad gjorde den ved mig? يطلب من المحرر روز أخذ إجازة من الصحيفة. إذن يبدو أن هناك حدودا لحرية التعبير في الدنمارك. وماذا عن ألمانيا في أوروبا؟ في نهاية رحلتي في الشرق الأوسط اكتشفت أننا بدأنا أخيرا نراقب أنفسنا. توترت أوبرا برلين خوفا من احتمال إهانة مشاعر المسلمين وألغت إعادة تقديم أوبرا موتسارت التي يعود تاريخها إلى 200 عام إديمينيو. اعتبر أن المشهد الذي يظهر الرأس المقطوع لنبي محمد وشخصيات دينية أخرى مثل بوذا والمسيح يشكل مخاطر أمنية. The lousy opera. So if you cancel the opera, you could cancel it for artistic reasons. But it was cancelled out of fear because of the experience they made during the cartoon affair, and they acted to appease Muslims who at that time did not even know that that was the reason why they could get up and get angry. في باريس إنه يوم صدور الحكم في قصر العدل والإجراءات الأمنية مشددة. عدت لحضور الدعوة القضائية بين الاتحاد الإسلامي الفرنسي والصحيفة الأسبوعية تشارلي هيبدو. سيكون هذا اختبارا مهما لحرية التعبير في أوروبا. هل نشر رسوم كرتونية كهذه للنبي محمد في فرنسا قانوني أم لا؟ La presse en France est libre jusqu'à plus ample informée et on saura jusqu'à quel point cet après-midi. ظهر المحرر فليمنغروز شاهدا رئيسيا في القضية. Hvis de taber, så betyder det, at det fremover vil være forbudt at lave grin med at kritisere og udfordre ideologier. Her er det en religiøs ideologi, men det kan godt være en politisk ideologi eller hvilken som helst anden form for ideologi. Så der står virkelig meget på spil fra Europa, synes jeg. Relaxez, monsieur Philippe Ball. On va saisir encore l'appel. On va faire un appel. On va puiser toutes les voix que le droit nous donne. C'est tout. On va pas à la rue. Et vous aspirez pas un peu de sérénité, justement, parce que c'est pas très serein. C'est la sérénité. Les gens, quand ils se défendent par la loi et par le droit, c'est pas la sérénité, madame? Ah, je pense qu'elle est très importante. Ça le fera jurisprudence et c'est ça que nous voulions. Au-delà même de ce que de notre sort à nous, à Charlie Hebdo, c'est une jurisprudence qui est précieuse pour toute la presse, pour les artistes, pour les peintres, les cinéastes, les journalistes, les créateurs, pour tout le monde, les chorégraphes, enfin pour tout le monde. في الدنمارك اقتنع رئيس الوزراء كأي سياسي بأن فكرته عن حرية التعبير فازت في الصراع. Vi havde vænnet os til efter mange års demokrati i Danmark, at ytringsfriheden var bare en given og selvfølgelig ting.
Men tegningssagen, den viste os jo, at der faktisk er magtfulde kræfter, også globalt, som ønsker at begrænse ytringsfriheden. Og derfor er der blevet mere debat om, og der er blevet mere bevidsthed om vigtigheden af ytringsfrihed og pressefrihed, end der var før. Så egentlig vil jeg sige, at det gode, der kom ud af det, det er, at ytringsfrihed og pressefrihed nok står stærkere nu, end det gjorde før. I don't see it quite so black or white. Nor does the man whose cartoon caused the strongest reactions. Hvem har egentlig vundet den her sag? Selvcensur, det vil jeg ikke vedkende mig. Jeg vil lave det, jeg har lyst til. Men i hvert fald så er det sådan, at ting med muslimske symboler bliver set meget, meget efter i sømmene. Denne her skulle illustrere en truende islamisk befolkningseksplosion. Den blev i første omgang accepteret. Og så efter nogen betænkningstid i chefredaktionen, så blev den taget af igen, og så skulle jeg lave noget andet. Nu er det som om, man så vil sige, okay, vi har vist, hvor vi står, men nu skal vi så ikke fortsætte. Det synes jeg er lidt trist. أظن أننا خسرنا بعض الحرية خلال هذا الصراع لصالح السلوك المقبول. حمل الخوف الكثيرين على القول بالطبع نؤيد الحرية لكن بحدود، لكنني بالطبع ما كنت سأعترض لو أن شخصا ذكيا اكتشف نار الغضب قبل انفجار الصراع، فلربما أمكن نزع فتيل القنبلة، ولربما ما ظهرت الرسوم أصلا ولغاب عن أنظارنا رسم استفزازي، ولكنت أحببت ذلك.